سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وحكو بلا ويا مقع إلهي نحريست قود يمتا قارهانير بنحريستا. يا أيها الكافرون وحاط هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كوى قال دعه لا أعبد ما تعبدون عبدي ما يوحد عبدي ساني أسنامتا ولا أنتم عابدون ما أعبد إذن كنا ما عبدي سان الله عابدي ولا أنا عابد ما عبدتم من عابد وحد هري عابدين ولا أنتم عابدون ما أعبد إذن كنا ما عابدي سان الله عابدي لكم دينكم ولي دين إذن كنا دينتي نايا إذن سقناتي أنيغنا دينتي ده سورة الكافرون وسورة مكية لح آيات أيينا ككو بنتهي وانا سورة دبقل يسقالات يقران كريم كار سورة الكافرون نبي عليه الصلاة والسلام قال إبا وحي كويدا هدين محمدو إلهي قاق السند أن عبدنا أدقنا إلهي رأنه السند أن عبد مركز إلهي سودة يقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر سورة سورة دني ولا ليال وحي ستو سحريرك وجرت عدك ستو كبقى لودي الله يا رسول كيسا صلى الله عليه وسلم سورة دني وحي رجبال كل دي عدك ستو دوني سيني حق يا باطل كيسكو قصتو سورة دني وحي لها مناسبات نبي قيل عليه الصلاة والسلام وآخر جري طواف كبيت كإلهي مركو دماد خلف مقام إبراهيم نبي عليه الصلاة والسلام وآخر جري كافرون لبدا ركعدود الفجر ككور النبي عليه الصلاة والسلام الكافرون وآخر جري وتر النبي عليه الصلاة والسلام لبدا ركعدود الكور وآخر جري إيا مركي لسيحانا يا صلى الله عليه وسلم سورة الإخلاص نوال ليدا هدا والله جل جلاله عبادتي سبي كلجي وخالص يا شيخ هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.